اليوم عندنا ليونيل ميسي، ولكن مثل ما شايفين بطاقات صفر. كل هدف بيسجله ميسي ببساطه راح نضيف له 100 نقطه، الاسيست 50 نقطه. فمثلا انا اخذت 100 نقطه فيني اضيفها للانهاء مثل ما شايفين، ولكن صعب جدا انك تسجل بميسي بطاقات صفر. نعم، فكبدايه حطيت ميسي بالهلال وخليته مع ايجالا والدوسري. لنشوف ليونيل بطاقات صفر هل راح يسجل مع الهلال، ونزيده شوي شوي بالريت لحتى نوصل لريت 99 ونحقق دوري الابطال. دائما عودتكم على الافكار الاسطوريه، فبتمنى منكم تفجروا زر الاشتراك يا جماعه، اشتركوا بالقناه واكتبوا لي اللاعب الجاي اللي بدكم اياه. اذا شفنا تفاعل لايكات واشتراكات على هاي الحلقه راح ننزل لكريستيانو ولكل اللاعبين نيمار الغدار ومبابي. هيا بنا فلنطلع. اذا اول مباراه للهلال ضد الفيحاء، سهل شوي، حطينا ميسي بالهلال لانه في اشاعات عم تقول انه ميسي ممكن يروح الهلال. ما علينا، راح نحاول نجيب اكبر عدد من النقاط بهاي المباراه. هيا بنا خلينا نشوف ميسي بطاقات صفر كيف راح، هل في مهاره، هل راح يمر؟ ضعيف جدا يا جماعه، بطيء ليو بدنيا صفر، ولكن جاب ضربه حره. هل ميسي بطاقات صفر ممكن يسجل ضربه حره ويحقق انجاز تاريخي من البدايه ب 100 نقطه؟ ليو ضعيف جدا، ريو راح نحاول نوصلها لميسي، بطيء ميسي، ضعيف ميسي. غيرت مكان ميسي من جناح لرأس حربة لحتى توصل الكرة بسهولة أكثر. ميسي ميسي، أيوة يلا، فقط واحد يا ليو يا أخي، كنترولك واحد. ميسي هل بيسجل ضربة حرة؟ ليو والله قريبة، خطيرة، شكلها رح نقبل هدف أول. ميسي واحدة من بعيد، ممكن ممكن ليو، يا ضربة جزاء، ضربة جزاء ولا ضربة حرة؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء، أول 100 نقطة بإذن الله. ميسي ميسي، شوف شوف، حتى ركلات ترجيحها ضعيفة جدا، يا رب ميسي. لا ضعيف بكل شيء يا جماعة. يلا ايجالو كاريو، ميسي هرب، هل بيجيبها؟ ليو ما اضعفك يا ضربة جزاء، هالمرة بدي اشوطها على النص لأنه حيلا زاوية، مع إنه جبتها أخضر طيرها 100 نقطة يا ليو، على النص على النص على النص وأرضية، مستحيل تضيع أول 100 نقطة لليو. إذا 100 نقطة والله لأضيفها على المراوغة بالسرعة لأنه ضعيف جدا، ما عم يقدر يتحرك أبدا. ميسي لنشوف ريتو قديش رح يوصل بعد ما نضيف له 100 نقطة أولى، ممكن حاليا نصنع هدف ونسجل هدف ثاني. شهراني ميسي هذا طاقاته 99 مو واحد. كارية وصلها لليو، الجود العظيم ليو، يا الله كان ممكن تجيب 100 نقطة ثانية. يلا يلا ميسي، الله عليك، بطاقات واحد يمر، يتقدم ليو، ضعيف جدا ليو. ليو ليو ليو، ضربة جزاء، حكم ما يعطي ضربة جزاء يا أخي. لا 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 لا، راح نخسر المباراة يا حارس، خسرناها ولكن ما علينا، المهم طلعنا ب 100 نقطة. نعم، إذا مع 100 نقطة أول 50 نقطة راح أعطيها للسرعة، خلي تصير سرعته 50 يقدر يتحرك، تسارع بنعطيه 10 بصير 60 نقطة، خلينا نعطيه بالإنهاء 20 بصير 80 نقطة، والمراوغة بنعطيه 20 بصير 100 نقطة. طاقة ميسي بعد كل هالإضافات فقط 11، تخيل. وحاليا مباراة ثانية بالدوري السعودي ضد الرائد راح نجيب فيها نقاط أكثر. تعال ليو 100 نقطة ثانية، صارت أسهل. يلا يلا بلشنا نقرب من الانتقال بإذن الله يا ليو. طيرة الدوري السعودي نار يا حبيبي، نار على واحد يا ليو، يا عين. يلا نشوف بعض الطاقات كيف راح يسجل. لا سيء، ميسي لمسة، يلا ممكن صناعة تنحسب صناعة 50 نقطة. ميسي وينك يا ميسي، متخبي يا ميسي، ميسي عم يتعب، لازم نضيف له تحمل بالمرة الجاية. ليو مرور كرة، حولت ميسي مرة ثانية لرأس حربة، ربما توصل الكرة، وصلت الكرة، اسيست ب 50 نقطة، سجل يا ميشيل. صار ليو، ميسي ميسي، ضربة جزاء، والله فيها ضربة جزاء، حرام عليك يا حكم، مرة ثانية هي 100 نقطة ثانية، والله ضعفك يا ميسي، والله لازم نخسر كل المباراة. إذا ال 100 نقطة الثانية راح تضيف أول 50 نقطة للسرعة لتصير السرعة 99 وخلص، يصير ينطلق ويقدر يسجل ويجيب نقاط أكثر، طبعاً لازم يتوازن مع التسارع، فخلينا نضيف 40 نقطة للتسارع والعشرة الأخيرة للإنهاء، فبصير الإنهاء 30. طاقات ميسي حالياً 17، يا عين يا عين. إذا هاي المباراة بسرعة 99، خلينا نشوف ميسي شو راح، أوه دقيقة 7، تعب ميسي، تعبان ميسي، ميسي تعبان يا جماعة، خلينا نشوف السرعة، خطير ليو، 100 نقطة جديدة يا ميسي، هذا هو ميسي، هذا هو ميسي، حاطها ليو ليو ليو، الجود سجل. شايفين الانهاء اللي ضفناه اياه ولو كان بسيط، ولكن يعني
جاب نتيجة جماعة الكرة ضعيفة ولكن في الشباب مو 99 كمان اللي وحدة بوجه القدم يوليو بعيدة 100 نقطة لحد الآن. يلا كريم كريم وصلها للجود ميسي 200 نقطة وأخيرا أخذنا 200 نقطة بمباراة واحدة. احتفل بقميص الهلال يبدو أنه راح يجيك عرض بعد هاي المباراة. طيب خلينا نضيف أول شيء 50 نقطة للإنهاء من ال 200 النقطة اللي معنا بيصير الإنهاء عنا 90. خليت قوة التسديد 75 بما أنه ما عم يقدر يسدد بقوة وقوة التحمل 75 لأنه عم يتعب قوي. إذا ميسي صار بطاقات 23 مثل ما شايفين بإذن الله راح نجيب نقاط طارية بهاي المباراة. ميسي كل شيء إلا الإصابة أوعى كنطرده كان منفرد لي. خلينا نجرب في ميسي بطاقات 23 الضربة الحرة ليه وهل بيسجلها خطيرة عادت. يلا وحدة وحدة تاني فاور شوت اعطيتك قوة تسديد ميسي يا ولد صناعة تنحسب لو سجلها هي 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 ميسي يلا ميسي صناعة هاي المرة صناعة هاي المرة صناعة هاي المرة صناعة هي 50 نقطة حلوة الصناعة يا ليو 150 نقطة يا ليو حرام عليك لسه في امل اخر هجمه ميسي 150 نقطه في الثانية الأخيرة 150 حلوين احسن من 50 على مباراه كامله اذا زدت له المراوغه من ال 20 لل 70 هاي اول 50 نقطه والقوه البدنيه زدتها لل 50 بينما التسارع رح اخليه 90 لانه رح تفرق كثير يا جماعه هاي السرعه ما عم نقدر نستخدمها فحاليا هيك استخدمنا ال 150 نقطة. إذا ميسي وصل لـ 35 ريت، بلشنا نقرب لل 50. نعم إذا هذا هو ميسي بطاقات 35. يلا 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 السرعة والتسارع فرق، صار فعال أكثر على أرض الميدان ليو. هي ما زالت وحدة أول 100 نقطة يا ميسي. قريبة جدا. يلا يا أبو تياجو، تكفى يا أبو تياجو ليو. وأخيرا الدقيقة 75. يا اخي الدوري السعودي صعب والله صعب 2-1 اذا سجل اليوم 100 نقطة راح اعطيها 50 للتمرير راح يصير تمريراتنا جيدة لانه ما عم بقدر مرر بميسي والتحكم بالكرة ايضا راح اعطيه 50 اذا ميسي وصل 46 ريت وممكن تكون هاي اخر مبارياته مع الهلال لنشوف اذا راح يجي عروض بعد ال 50 ريت يلا الاول يا هلال راح ميسي ميسي 100 نقطة 100 نقطة بكير حلوة 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 من اليوم 1-0 قربنا جدا من الريت 50 ال 100 نقطة بعد هاي المباراة راح خلي التمرير 99 لأني حسيته فاد اللاعب بشكل كبير ورفع له الريت 50 ثانية للتحكم بالكرة كمان ليصير 99 إذا ميسي وصل لطاقات 57 وهيك صار أقوى من بعض لاعبي الهلال وبنعرض على البيع وبنشوف مين اللي بده يعرض له بهاي الطاقة وصل عرض لميسي من الدوري الإنجليزي وأخيرا من بورنموث وحاليا راح نكمل المسيرة ببورنموث لحتى ممكن وصل البارسا لكن لازم نسجل أكثر ونضيف نقاط أكثر للريت. نعم هذا ميسي بقميص بورنموث هيا بينا يا ليو. طبعا ميسي أضعف من لاعبين بورنموث ولكن ممكن بهدفين ثلاثة نجيب 300 نقطة ونطوره لحتى يصير لطاقات 70. الله أول أهدافك من البريمير ليج يا ليو. رائع جدا ميسي ميسي بلشت تبين اللمسه يا جماعه وتبين المتعه عند ليونيل ميسي 100 نقطه جديده في البريمير ليج يا كبير هيا يا اخي يا اخي والله والله حرام يا هرب ليونيل هدف عالمي الثاني 200 نقطه مبلشين بقوه في البريمير ليج اقتربنا من طاقات 60 و70 يا ليونيل يعطيك اياها خليك معي يا ليو خليك معي يا ليو خليك معي يا ليو يلا يا ميسي 300 نقطة يا ليو 300 نقطة يا ليو 300 نقطة يا ليو راح فيها ميسي 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 كاغولاس خلطهم يا ليو نعم هاتريك أول مرة بنجيب هاتريك وأول مرة بنجيب 300 نقطة من 7 محاولات سجل 3 إذا استعملنا 100 نقطة للتقويس ورجعنا له الآر 2 لليونيل لأنه حالة عم شوطها آر 2 عم تطير وهون بنعطيه 20 نقطة اللي ظلت للمراوغة فهيك بنكون استعملنا 120 نقطة 120 وهون بنعطيه كمان بالقوة البدنية 30 بتصير 150 الرشاقة بنعطيه 100 خلي يكون رشيق وأسرع لحتى نسجل أكثر فبيصير معنا 250 نقطة هيك صرفناها وآخر 50 راح أعطيها للتوازن لحتى نكون صرفنا 300 نقطة وراح نشوف حاليا الريت قديش راح يصير إذا ميسي أصبحت طاقاته 65 أنا آسف نحن بالتشامبيونز شيب وليس البريمير ليج ولكن كنت متحمس شوي يلا كرة أولى
ميسي 99 ارتور رام لمسات السير اليكسس عادوا تراوا طلع 99 ارتور اول ضربه 100 نقطه فعناها من هون لليو. هل بيجيبها؟ هل بيجيبها؟ جابها ليو. اذا ال 100 نقطه اول شيء 25 لقدره التحمل اللي حطها تصير 99، ثانيا 20 نقطه للقوه البدنيه فبتصير كمان 99، 45 نقطه هيك استخدمناها، 25 لقوة التسديد، آخر 30 نقطة ممكن نعطيها 10 للتسارع وصير 99 وردود الفعل نزودها كمان 20 فبصير 30. إذا بهذا الشكل ميسي وصل طاقات 69. يلا الأولى خطيرة جدا، بورنموث نبحث عن ليو الأول 100 نقطة. نعم لما نوصل طاقات 75 أو 80 ممكن ناخده للبارسا ونحمر المئة نقطة، 50 لضربات الحرة و50 للتمرير الطويل. نعم إذا ضرب الجزاء وضربات الجزاء عندي لحد الآن سيئة، ولكن بهاي الطريقة سجلنا 100 نقطة. ممكن إذا سجلنا أكثر من هدف في هاي المباراة نروح البارسا مباشرة. مرة ثانية باور شوت يا ريو، هاي الثانية يا عين خطيرة جدا ميسي يا لعيب. إذن هاي المرة رح نخلي الركلات الحرة 100% وأيضا التمريرات الطويلة 100%، فهيك بيكون كمهارة خلص ختم كرة القدم مثل ما شايفين كله 99. إذن ميسي ما زال طاقات 69، ممكن نلعب مباراة أخيرة حاليا مع بورنموث وننتقل للبارسا. آخر مباراة يا ميسي مع بورنموث خطيرة جدا هي اليوم، مرورك والهدف الأول ربما الأخير مع بورنموث بارسا. هنا نروح اقوى على الكتالونيا ميسي ونجيب هدف ثاني، ارضية ميسي، ميسي ميسي اي هدف يا كبير. الله ليو الهاتريك 300 نقطة ليو 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 ليو. لا يا ليو لا، شوف في شيء ناقص بالطاقة. 200 نقطة مهمة جدا راح اقسمها على اغلب الشغلات 50 50 لحتى يزيد بالريت اكثر او اكثر، فبنعطيه 50 للعرضيات، 50 لدقة الرأسيات، و50 للكرات الهوائية، نعطيه بالتسديد البعيد كمان 50، فبنصير هيك صرفنا 200 نقطة قبل الذهاب إلى الكتالون. إذا وصل ليونيل ميسي إلى البارسا مثل ما شايفين، مجموعتنا بدوري الأبطال اليوفي ليون وسالزبورغ، ولكن نحاول نجيب نقاط قبل ما يبلش دوري الأبطال في البداية. يلا أول أهدافك مع البارسا يا ليو، خطيرة جدا، تقدم مرور باور شوت يا مجنون يا ليو، عاد الى الكتالون من الباب الكبير 100 نقطة ولازم نجيب نقاط كثير قبل دوري الابطال. شوف الكرة تحت الضغط سددها وبام بام بام يا ليو، 127 سرعة الضربة ويا عين يا ليو. يلا وحدة روح ميسي 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 يا الله ميسي 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 ثاني يا لعيب يا اليوم. اليوم مقلتشين لاعبين البارسا اشكالهم غلط وارقامهم غلط والوانهم غلط، ما بعرف ليش الا ميسي الا ميسي الا ميسي الا ميسي والهاتريك يا اليوم ميسي ميسي. اذا 300 نقطة ببلش فيها ونخلي التسديد البعيد 99 والقفز يلا خلينا نخليه 50 مبدئيا بنصير واحنا هيك 100 نقطة، بينما ردود الفعل رح نخليها 99 وهيك بتكون راحت 170 نقطة، 130 نقطة 10 منها بيروح للانهاء و50 للعرضيات وبناخذ كمان 50 لدقة الرأسيات لحتى نختم الهجوم، بضل 20 بنعطيها للكرات الهوائية مثل ما شايفين. اذا ميسي وصل لطاقات 86 وحاليا جاهز لدوري الابطال باذن الله لحتى نجيبه مع البارسا. يلا ميسي اولى الاهداف في دوري الابطال يا ليو، حرام عليك. يلا ربما قاتل ليو في مرمى اليوفي ليو، ميسي 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 اول اهدافك بدوري الابطال و100 نقطة ايضا، ان شاء الله بالنهاية بتكون طاقات ال 99. اذا نحن بصدارة مجموعة بثلاث نقاط وحاليا رح نروح نضيف ال 100 نقطة. عقلية لاعب ما اشتغلنا عليها ابدا ابدا، فخلينا نعطي 50 للتمركز مبدئيا، ولا بنعطي التمركز اكثر من خلينا نعطي ال 99 او ال 100 نقطة كلها للتمركز. اوهو يا اهمية التمركز يا جماعة، زادني لل 94 ريت،
ميسي ايكون حاليا بالبارسا. اذا بما انه ميسي صار قوي كثير فرحنا لنهايه المجموعات ويا ريتنا ما رحنا. 18 نقطه يا جماعه بدون اي خساره، سجلنا 14 علينا 2، بدون 16 رح نلعب ضد المان سيتي. عملنا محاكاه للذهاب خسرنا 1-0، حاليا الاياب بالكامب نو. ميسي خطير جدا للتعادل يا تعادل يا هالاند. ميسي جول. ميسي هو الذي وجبت. ميسي واحدة لديباي. ديباي ميسي. لا ليس ميسي مرة. ميسي فيران مو متعهد. قاتل ربما يكتلون. بيدري حطها في الناحية اليسرى. فاتيليا القاتل من الكتالون رائع جدا. ومئة نقطة أخرى لليونيل ميسي في الكرة رائعة جدا من فاتي المقلتش لديباي المقلتش أيضا. وميسي في الشباك. هالاند مرة أخرى. فودين هالاند مرة أخرى. الأول ديروا بالكم ديروا بالكم من آخر اللحظات. نعم إذا 3-1 ميسي أفضل لاعب ولنشوف 200 نقطة هل راح توصلنا 99. المهارة كله تمام، الطاقة بس ضل عندنا القفز ممكن نوصلها 100، الحركة كمان ختمناها، فخلينا نعطي ضربات الجزاء 99 خلص ما ضل عندنا شيء نعمله، بضل عندنا 50 راح أعطيها للرؤية. إذا الرؤية بنعملها 50 وبهذا الشكل بنكون صرفنا ال 200 نقطة. إذا ميسي وصل 97 وتأهلنا للربع نهائي دوري الأبطال حاليا. إذا خصمنا بالربع نهائي راح يكون الريال المدري. خلينا نعمل محاكاة للذهاب ونشوف شو الوضع. 2-1 فزنا حلو جدا. ضربة جزاء لعودة الريال. بنزيما ضاع. نعم إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي بضيع ضربة جزاء من بنزيما وتأهلنا للدور القادم يا ريال. إذا النصف النهائي راح يكون ضد أتلانتا والنصف الآخر نابولي وبايرن ميونخ. سهلة 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 بإذن الله. يلا سهلة فزنا على الريال ونفوز على أتلانتا أكيد. أو بوبو 4-0. نعم إذا الإياب 4-0. 8-0 المجموعة يا جماعة للبارسا على اتلانتا. ليش تأهلتوا لهون اذا بدكم تخسروا هيك؟ ما حدا يقول لي 8-2 بيجي خلص، خصوصا جماعة الريال فايزين عليكم اخر مباراة بدون حكي. النهائي اذا بارسا بايرن. يلا فاتي فاتي الابيض فاتي الابيض من قلتش ميسي. يا ولد كيف حطها اوفسايد ولا لا 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 ما فيها اوفسايد يا ليو. كيف حطها؟ عمل شيء برجله انا ما شفته. خلينا نشوفها بالاعاده. خلينا نشوف الاستلام امام نوير. هاي وحده وبوم. يعني ما في مثل البشر العاديين بس خارق العاده. بالجزاء لبايرن ميونخ وكلهم قلتش كل الاشكال مقلتش حتى تنشتيجن شكله غلط. 1-1 في الاضافه يا ميسي. 1-1 مرور ميسي 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 دوري الابطال للكتالونيا. ليو يا وحش يا ليو. اي كره واي ضربه. نعم اذا بهاي الطريقه طورنا ميسي من طاقات 0-99. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. واشتركوا يعني اشتركوا بالقناه ودمتم بألف خير.